الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والدي بيت والحاضرين والمسلمين آمين. قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في صحيحه ونزلنا مع كتاب البر والصلة، قال باب هجاء المشركين. نعم. قال في الحديث الثاني قال رحمه الله حدثنا أصبغ. أصبغ من؟ هذا مقل عنه البخاري جدا. أصبغ بن الفرج؟ نعم المصري الملكي. نعم نعم. قال أخبرني عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب من الثقة بمكان، المالكي الفقيه المحدث. نعم. روى له الجماعة. قال أخبرني يونس. ماشي كلها كده على مرصعة بلآل المصريين. والزهري نزل مصر أيضا. يونس هو يونس بن يزيد الأيلي. بس قال شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث. أن الهيثم بن أبي سنان. الهيثم بن أبي سنان. الهيثم بن أبي سنان من خيار التابعين. نعم. أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. سمع أبا هريرة رضي الله عنه في قصصه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخا لكم لا يقول الرفث، قال يعني بذاك ابن رواحة رضي الله عنه، قال فينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال راجع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع. قال تبعه عقيل عن الزهري، وقال الزبيدي عن الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وقال حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان الحكم النافع من الثقات الأزبات له الجماعة دكتور سنة أحسن الله. قال أخبرنا شعيب. أبو شعيب هو ابن أبي حمزة بالثقة الثابت الأمين رضي الله عنه. قال عن الزهري قال حا وحدثنا إسماعيل. ما حول الإسناد وقال إيش؟ إسماعيل. إسماعيل المنقري. نعم من الثقات الأزبات له الجماعة. ماشي. هو عند سيدي الويسي. ماشي ممتاز. قال حدثني أخي. من أخوه؟ عبد الحميد الأعشى. عبد الحميد بن عبد الله. ماشي. قال عن سليمان. ماشي ناس. أنا آسف بعد إذنك. السلام عليكم. السلام عليكم. أخي بسرعة عشان أنا في الدرس الآن. لا اتفضل اتفضل خلاص انا رديت عليك فاتفضل. قال حدثنا اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع حسان بن ثابت الانصاري رضي الله عنه يستشهد ابا هريرة رضي الله عنه فيقول يا ابا هريرة نشدتك بالله ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان اجب عن رسول الله اللهم ايده بروح القدس. الله اكبر. قال ابو هريرة نعم. نعم. طيب هنا 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 في هذا الباب جزاكم الله خيرا في هذا الباب ايضا البيان على مساله هجاء المشركين وان هذا تعبد لانه النبي صلى الله عليه وسلم بيان ان هذا عليهم وقع عليهم اشد من وقع السيوف ولذلك قال اخوكم لا يقول الرفث لا يقول الفحش من القول وكان من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم وشعراء النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعون عبد الله بن رواحه وحسان بن ثابت وكعب بن مالك والذين يهدونه من قريش كان عمرو بن العاص عبد الله بن الزبعري وابو سفيان بن الحارث اخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع وابن عمه قال داودي في حسان صحابيه نزلت الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فاستثنيهم وذكر ان المشركين لما هاجروا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما حق قوم نصروا رجلا باسيافهم الا ينصروه بالسنتهم فاتاه حسان وقد اخرج لسانه يضرب به انفه وعلى لسانه فقال والله لافينهم فري الاديم فلما هاجاهم قال والذي نفسي بيدي انه لاشد عليهم من رشق من رش من رشق النبال. وجاء واحد فقال اني لاحسن الشعر فلعنه بكل بيت لعنه، فالحقيقه انه النبي صلى الله عليه وسلم كفى انه قال هجوم وروح القدس معك. قال اللهم ايده بروح القدس، فانظر هنا حسان يعني كيف اجاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن رواحه قال فينا رسول الله يتلو كتابه صلى الله عليه وسلم اذا انشق معروف من الفجر ساطع
أرانا الهدى بعد العمى. شوف انظر هنا يذكر فضل النبي صلى الله عليه وسلم في أشعاره ويجلي لك وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم منه. قال أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. الله، هذا اسمه الإيمان بالغيب. لن يصل المرء إلى أن يكون لله جل في علا حقا حتى يؤمن إيمانا تاما ويسلم تسليما تاما للغيب. فأقول إخوتي الكرام، فكانوا من أقوى الناس دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا من أقوى الناس دفاعا عن الإسلام. وانظروا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأن هذه الألسن أشد من وقع السيوف على الأعداء، هذه الألسن. ولذلك قلنا جهاد اللسان أقوى وأبقى وأرقى عند الله من جهاد السنان. مع جهاد السنان هو سد ثغر الإسلام، ذروة سنام الإسلام، لكن الجهاد باللسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم مداد العلماء عند الله خير من دماء الشهداء. ثم قال أبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع. طبعا هنا ماذا أقصد بهذا البيت أحمد؟ يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع. يعرض بهم كسالة فجرة لا حق لله عندهم، وأن الله تعالى وأن الله رفع نبيه يتجافون عن مضاجعهم، يتلون كتاب الله جل في علاه. في هذا يبين، شوف هذا من باب الشعر، هنا يبين بضدها تتبين الأشياء. سواني على سبيل المقابلة ده يا سيدنا، صح؟ أي نعم طبعا، أصلا يبين بضدها تتبين الأشياء. وبعدين يؤمن بمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم في الليل يعمل بقول الله تعالى يا المزمل قم الليل إلا قليلا، ورتل القرآن ترتيلا. نعم، أقول إخوتي الكلام. وأيضا حسان يعني عبد الرحمن عوف، أنا وسمع حسان بن ثابت يقول يستشهد أبا هريرة، فيقول يا أبا هريرة نشدتك بالله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة نعم. وطبعا هذا لأن عمر الخطاب كاد يقتله، يعني عمر الخطاب وهو بيقول الشعر نظر إليه نظر المنكر، قال نشدت الشعر وفي المسجد من هو خير منك. أي نعم. وجهاد أيضا فسر في ذلك أن الصادق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو أراد بذلك، أراد أن يبين لهم شوف الشغل الشاغل. وهنا نقول لكم أيضا انظروا الفارق البون الشاسع والفرق الواسع بين أهل الإيمان وأهل الكفران. وأيضا لابد أن تعلم اليقظان الذي يعمل للرحمن والكسلان الذي ينام وحبله بيد الشيطان، الأمر بعيد جدا جدا جدا. وحسان هنا كان يهجو المشركين لنصرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فلما أنكر عليه عمر بن الخطاب أنكر هو عليه واستشهد بأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هجوم وروح القدس معك. نعم، نختم الباب بعد إذنك. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان رضي الله عنه أهجهم أو قال هاجهم وجبريل معك. نعم نعم نعم، يعني هنا شوف قال أهجهم وجبريل معك، وهذه فيها دلالة على فضل حسان وفضل ما يفعله حسان. وانظر كيف أن الله تعالى أيده بروح القدس. وهذه أيضا لابد أن أقول لك أنك إن كنت مؤيدا من ربك للفلاة إن الله يجند لك ملائكة معك يجعلون الهيبة ويجعلون أيضا الصدق على لسانك وعلى قلبك، وترى توفيقا تستغرب له وتتعجب ويقول لست أنا. نعم لست أنت، لما جاء هو قال لست أنت الذي قتلته، أنا سمعت رجلا خلفه ويقول يا حيزوم. نعم، وكل الله ملكا لك. وهنا كان قال هجوم وروح القدس معك، اللهم أيده بروح القدس. كل ذلك لأنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا لذات النبي ولكن لأنه رسول الله، ولكن لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأرواح كلها تفدى بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل دين الله جل وعلا، ووكيل النبي ينزل منزلة النبي في هذا الباب، الوكيل ينزل منزلة الأصيل. عن ابن سيرين يقول هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين 3 رهط من المشركين، وقد صار ذكرهم، فقال المهاجرون يا رسول الله ألا تأمر عليا أن يهجو عنا هؤلاء القوم؟ فقال ليس علي هنالك. ثم قال إذا القوم نصروا رسول الله بأيديهم وأسلحتهم فبألسنتهم أحق أن ينصروا. فقالت الأنصار أرادنا الله، هؤلاء نصراء الله ونصراء رسوله صلى الله عليه وسلم، استفاهم الله للنصر. فقالت الأنصار أرادنا، فأتوا حسان بن ثابت
فذكروا له ذلك فأقبل حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أحب أن لي بقولي ما بين صنعاء وبصرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت لها يا حسان. هذا شرف لا يشرف الله لأحد، ليس لأحد لأي أحد أن يستطيع الله جل في علاه أن يكون ناصرا لله وناصرا لرسوله. قال أنت لها يا حسان، وهذه تدلك الله اصطفاه لينصر الله ينصر رسوله، مع أنه وقع في كبيرة من الكبائر وأقيم عليه الحد والله الحمد والمنة وطهر بذلك، لكن أقصد اصطفاه الله جل في علاه. إن لله حكم وشهون ينظر في بعض السمات التي تكون في الإنسان حتى يستحل ويكون حتى يستحق أن يكون محلا قابلا للفضائل، محلا قابلا لأن يكون نبيلا، يكون رفيعا، يكون ساميا، يكون قويا، يكون منتصرا أو ناصرا لله ورسوله. قال أنت لها، شوف لما قال الإنسان هكذا الكلام، أنت لها يا حسان. قال يا رسول الله لا علم لي بقريش. فقال لأبي بكر أخبره عنه ونقب له في مثالبه. فهجاهم حسان عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وأسلفناه. وحقيقة الأمر أن حسان هو الذي أعجب النبي صلى الله عليه وسلم جدا في هذا الباب. نعم، ولذلك قال له ارجع لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا مدح عبد الله بن رواحة عندما قال أخوكم لا يقول الرفث، وقام ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك ابن رواحة رضي الله عنه عندما قال هذه الأبيات الطيبة. نختم بها الباب. فينا رسول الله يتلو كتاب، فينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، فينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، ومن لم يعرف الفضل له الفضل ليس من الفضل، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع. وهذا سبيل المؤمنين حقا، سبيل المؤمنين حقا كما قلت اليقين في الله جل في علاه. كذب الجميع وصدق الله جل في علاه. الوحي، أنت مع وحي. طبعا ممكن تقول طب أنت لما تقول كذب صدق الله وكذب الجميع؟ نعم صدق الله وكذب الجميع، لكن هل أنت الوحي ينزل إليك؟ هنا تأتيك العلامات وتنظر في مسائل النصوص التي تطبقها، فتعلم في هذا الباب أن الأصل في هذا ما قاله الله جل وعلا لابد أن يكون. ولذلك أنا بيانت لكم في أكثر من مثل أن الشرع يغلب الواقع، الشرع يغلب الواقع. وقال صدقت اليمين، صدقت ربي وكذبت عيني، قال صدقت ربي وكذبت عيني. لما الشرع قال بأن المكره لم يفعل، إذن هو لم يفعل، ولا يمكن أن تقف وتقول قد فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، لا ما فعل، لأن الشرع ألغى فعله فلا فعل أساسا. أرانا الهدى بعد العمى، أزال العمى عنا جميعا، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قاله واقعه، يبيت يدافي جنبه عن فراشه. اللهم اجعلنا كذلك جميعا، اللهم اجعلنا جميعا كذلك يا رب العالمين. إذا استثقلت بالكافرين المضاجع، بون شاسع فرق واسع بينما آمن بالرحمن وذهب يشتري سلعة الله، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، وبين من باع نفسه للشيطان أو بقها دون أن يدري وأهلكها دون أن يدري. الفوائد المستنبطة: الجهاد اللساني أعظم عند الله وأرفع من جهاد السنان، المحب الصادق ينصر دون أدنى تحريك، ما ينتظر حد يقول له نصرته أو ما نصرته، أو هو يقول له أحتاج نصرتك. المحب الصادق يقدم النصرة. وفي هذا الباب الولاء والبراء، وهذا الولاء والبراء من أعظم سبل تحقيق لا إله إلا الله. الملائكة تعضد من ينصر الله جل في علاه، الملائكة تعضد من ينصر الله أو ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم،
رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.